مساء الخير للجميع. فقرة جديدة من فقرات قصة لوحة، واليوم مع لوحة الصرخة لإدفارد مونش. كنت أمشي في الطريق بصحبة صديقين، وكانت الشمس تميل نحو الغروب، وعندما غمرني شعور مباغت بالحزن والكآبة، وفجأة تحولت السماء إلى لون أحمر بلون الدم، توقفت وأسندت ظهري إلى القضبان الحديدية من فرط إحساسي بالإنهاك والتعب. وصل الصديقان مشيهما، ووقفت هناك أرتجف من شدة الخوف، ذلك الخوف الذي لا أدري سببه أو مصدره. وفجأة سمعت صوت صرخة عظيمة يتردد صداها طويلا عبر الطبيعة المجاورة. هكذا عبر الفنان النرويجي إدفارد مونش عن لوحته الشهيرة الصرخة، التي رسمها سنة 1893 في إحدى مذكرات أبياته الشعرية، وهي نفس الكلمات التي كتبها على ظهر اللوحة. فلم يكن ليتوقع الفنان إدفارد مونش حينها رسم رائعته الصرخة أن تحقق هذا التداول الواسع بين مختلف الجماهير، وأن تتفوق عليه شهرة وسيطا. فالكثير من الناس لا يعرفون إدفارد مونش، لكنهم بالتأكيد يعرفون لوحته الشهيرة الصرخة. وجه ذاعر، ملامح مطموسة، عيون جاحظة، يدين على الأذن، سماء دموية، جو مخيف، ألوان قاتمة، وشيء غريب حدث بين لحظة وأخرى. قطع الصمت الطبيعي لتنطلق الصرخة ولتبدأ قصة اللوحة الأسطورية. هذا الوجه الذي يفتقد إلى الملامح، لكن ليس إلى التعابير، يبعث من خلاله كل المعاني، فهي الشخصية المحورية التي تجسد الألم ذاته. فتصويره للوحة بألوانها البسيطة والقاتمة واللون الأحمر الصارخ يوحي إلى حالة ذهنية مشوشة مليئة بالأحداث الدرامية والضغوط التي تحوم حول الحياة اليومية، والخوف الشديد والوحدة والألم وما يعانيه من العزلة في هذا العالم. إنها لحظة من لحظات الصدمة النفسية التي يعيشها أي إنسان خلال مرحلة أو مراحل معينة في حياته. فضربات الفرشاة وتموجات الألوان الصارخة والخطوط المنحنية الحادة والقاسية تبرز تعابيرا غامضة ورموزا خفية لواقع مرير وألم إنساني داخلي وعزلة منفردة بطريقة إبداعية مؤثرة. فالصورة أقربها إلى صور الرعب متجلية في نفق نفسي مظلم من كثرة الصراعات النفسية والقلق اليومي والخوف الدائم من المستقبل في لوحة إبداعية قتامتها لم تبعد نظرة الناظر عن مشاهدتها وتمعنها، بل بالعكس، فقليلا هم الفنانين من يجيدون إبهار الجماهير بالألوان القاتمة المظلمة. أما إذا وضعنا اللوحة تحت مجهر المؤرخين والنقاد الفنيين، سنجد للوحة عدة كتابات ومعان لتفسيرها، غير أن المغزى بالأخير يكون واحدا، وهي النفسية القلقة للإنسان المعاصر. فكما يقول أحد الأخصائيين، إن لوحة الصرخة لإدفارد مونش والتي رسمها عام 1893 قد وجهت لتصوير ذلك الألم الخاص بالحياة الحديثة، وقد أصبحت أيقونة دالة على الصعاب والخوف الإنساني. في اللوحة الأصلية تخلق السماء الحمراء شعورا كليا بالقلق والخوف، وتكون الشخصية المحورية فيها أشبه بالتجسيد الشبحي للقلق. وفي كتابه الفن والغرابة يقول أيضا، من بين كل الفنانين الذين عبروا عن معانيهم بالصراخ، كان إدفارد مونش الذي أنتج صورة واحدة شهيرة اخترقت الطبيعة كلها ونفدت إلى قلبها من خلال صرخة مفاجئة تتردد أصداؤها في الأفق، ولا يمكن مقاومة الإحساس بالفزع واليأس الذي تحمله حين يساهم كل عنصر في التكوين في خلق الحالة الانفعالية.
وقد استلهم أحد السينمائيين هذه اللوحة في أحد أعماله كإطار لملامح الوجه الصارخ وكقناع مخيف من خلال فيلم يحمل نفس الاسم وهي الصرخة، وبسلسلة من الأفلام التي أخذت شهرة واسعة خصوصا في أجزائها الأولى. والجدير بالذكر أن اللوحة تحمل عددا من القصص والحكايات، إلا أن الحقيقة لا أحد يعرفها، فقد قيل تارة أن اللوحة رسمت في لحظة بركان اجتاح أوروبا بأكملها سنة 1883، فدخلت القارة في لحظة غروب مبكر، وقيل تارة أنها رسمت في لحظة حزن عاشها الفنان بسبب دخول أخت الفنان إلى المصحة النفسية. وبين هذه القصة وتلك تضيع الحقيقة أو تختبئ، بل وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث قيل أن هذا المكان كان قريبا من مسلخ المدينة، وقد يكون الصوت صوت الحيوانات ساعة الذبح. وللإشارة، فقد تعرضت اللوحة للسرقة أكثر من مرة سنة 1994، والمرة الثانية كانت سنة 2004 ثم سنة 2008، لكن سرعان ما كان يتم استردادها بعد بضعة أشهر أو أكثر. وللعلم، فهناك 4 نسخ للوحة في مناطق مختلفة، وكل واحدة تختلف وتقنيات الرسم، فواحدة منها محفوظة في متحف مونش في مدينة أوسلو، والأخرى في معرض النرويج الوطني، في حين بيعت الثالثة التي يعود تاريخها إلى سنة 1895 إلى أحد المليارديرات بالمزاد العلني بنيويورك بمبلغ قدره 120 مليون دولار. أما الرابعة وهي تعود لسنة 1893، فقد بيعت في وقتها وفي مزاد علني أيضا. وهناك اللوحة شبيهتها وتعد بذلك هي الخامسة، لكنها ليست مرسومة، بل هي نسخة مطبوعة تم طباعتها بالطرق القديمة قبل اختراع الطابعات. إدفارد مونش من مواليد مدينة أوسلو في النرويج عام 1863. عمل والده كطبيب في الجيش. عاش طفولة حزينة للغاية، حيث توفيت والدته عندما بلغ سن 4 من عمره، ثم شقيقته ولم يكن قد بلغ سن 14، وتوفي والده هو الآخر. كانت طفولته مليئة بالمخاوف الشديدة، وقد ظهر ذلك الخوف في بعض مذكراته حين قال: كانت ملائكة الخوف والندم والموت تحف بي منذ أن ولدت، ولم تكف عن مطاردتي طوال حياتي. كانت تقف إلى جانبي عندما أغلق عيني وتهددني بالموت والجحيم وباللعنة الأبدية. وبعد وفاته تمكن عدد من العلماء والرسامين من تحديد المكان الذي أشار إليه في الصورة، وتوصلوا إلى أنه يتواجد في منطقة خليج أوس لوفورد الذي يقع في جنوب شرق دولة النرويج. تعتبر لوحة الصرخة بمثابة تصوير حقيقي للقلق. قال عنها يورون كريستوفر: إن لوحة الصرخة عمل فني لا يقدر بثمن، وهي تمثل رجلا يعكس وجهه مشاعر الرعب واضحا على جسر، وهو يمسك رأسه بيديه ويطلق صرخة على خلفية من الأشكال المتماوجة وتدرجات اللون الأحمر الصارخ. إن الهدف الأساسي من لوحة الصرخة هو تصوير موقف حقيقي مر به الرسام في حياته وقام بعرضه أمام الجمهور، حيث تبرز معالم الخوف الشديد والقلق لشخص ما يقف على جسر من الماء. كنت أسير في الطريق مع صديقين، ثم غربت الشمس فشعرت بمسحة من الكآبة، وفجأة أصبحت السماء حمراء بلون الدم، فتوقفت وانحنيت على سياج بجانب الطريق وقد غلبني إرهاق لا يوصف وتابع. ثم نظرت إلى السحب الملتهبة المعلقة مثل دم وسيف فوق جرف البحر الأزرق المائل إلى السواد في المدينة. استمر صديقاي في سيرهما، لكنني توقفت هناك وارتعشت من الخوف،
ثم سمعت صرخة تتردد في الطبيعة بلا نهاية. إذا أعجبكم هذا المحتوى، المرجو الضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب. شكرا للجميع، وإلى فقرة جديدة.